مشاهدون قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من القرب من إس باستور. كنشوفوا أغنى جماعة في مدينة كازا، مدينة الدار البيضاء، المدينة الوحش. هاد الجماعة كتبني غير ملاعب القرب ديال كرة القدم، ما كدير بلايص فين يترينيو الباسكت، الهوند، فين يجريو الدراري، ما كدير والو، كتبني غير التيرانات ديال كرة القدم. تيران حدا تيران حدا تيران حدا تيران، وبزاف ديال الجمعيات الرياضية اللي كتسترزق من هاد الملاعب القرب اللي بالمجان. فمن دابا شوية غادي يتم افتتاح أربعة ملاعب للقرب في جماعة أنفا بمدينة الدار البيضاء، بحضور عدة مسؤولين في العمالة وفي مجلس المدينة. والغريب في الأمر هو أن شفنا هاد الملاعب القرب، فرحنا ملي غيديروا الوليدات فين يلعبوا كرة القدم وفين يترينيو، ولكن المزوق من برا شخبارك من الداخل. هاد الملاعب القرب ما كيتوفروش على لي فيستير، ما فيهمش لي طواليت، التيران من برا نتوما كتشوفوا كاين غير الحمري، يعني الدراري غيلعبوا والتراب غيبقى يتلاح عليهم، ما عرفتش علاش، يعني كيديروا الخدمه ولكن ما كيكملوهاش. زائد ان كاين غير الملاعب ديال كرة القدم، ما كاينش فين يلعبوا الدراري الباسكت ولا فين يلعبوا شي رياضات اخرى، للاسف للاسف للاسف. للاسف يعني الميزانيه كتخرج غير في ملاعب ديال كرة القدم. اما الملاعب الاخرين ديال باقي مختلف الرياضات ما كاينينش. كان بامكانهم يديروا جوج ديال كرة القدم والجوج الاخرين يديروا فيهم شي حاجه اخرى. راه عندنا دراري كيبغيو يلعبوا الباسكت، عندنا دراري كيبغيو يلعبوا الهوند، عندنا دراري كيبغيو يمارسوا باقي الرياضات. فاش كنهضر على الدراري كنقصد الدراري وبنات. راه دابا حاليا كاينين فرق ديال الكره النسويه من مختلف الاعمار، فسؤال بريء لجماعة أنفا، أغنى جماعة في مدينة الدار البيضاء، علاش كديروا غير ملاعب ديال كرة القدم والملاعب ديال باقي مختلف الرياضات ما كديروهمش؟ حنا معاكم، يعني درتوا هاد الملاعب فين يتلاو الدراري، فين يفرغوا هادوك الدراري ديال المنطقة، مزيان، ولكن ما نهمشوش الرياضات الآخرين. ما نهمشوش باقي الرياضات الآخرين. فمن دابا شوية غادي يتفتتح هاد، أولا غادي يتم تدشين هاد الملاعب ديال القرب بحضور عدة شخصيات. نتمنوا لهم التوفيق، ونتمنوا على أنهم يفكروا في الرياضات الآخرين. جماعة أنفا راه ما كايناش غير كرة القدم، راه كاينين وليدات كيبغيو يلعبوا الباسكت، كيبغيو يلعبوا بزاف ديال 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 الرياضات وما كيلقاوش فين. تحداكم دابا غدورو جماعة أنفا كاملة تقدروا تلقاو فيها غير تيران واحد ديال الباسكت ولا جوج، عكس باقي الجماعات. مهم الله يدير شي تاويل ديال الخير، وهنيئا لأبناء المنطقة يعني اللي غادي يستافدوا مرة أخرى من ربعة ديال الملاعب ديال القرب، اللي هما بالمجان، ونتمنى ما يسترزقوش منهم الجمعيات الرياضية،
يعني اللي الهدف ديالهم هو ربح المال ماشي تكوين أبطال رياضيين، ونتلاقاو في بث آخر إن شاء الله لحظة افتتاح هاد الملاعب ديال القرب اللي كيتواجدوا على مقربة من مسجد الحسن الثاني. تبقاو على خير.